نحن التطوع والتطوع دارنا للخير تأخذنا نغى الأشواق. السلام عليكم، هنبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لازم نكرر المقدمة دي كل مرة، لازم نعيد إن شاء الله مراجعة سريعة اللي خدناها، لأن اللاندسكيب زي ما قلنا إن هو عملية مرتبطة كلها ببعضها، وبيفرق الكورسات التانية إنه لازم يكون في تواصل مستمر في لما سبق دراسته. فقلنا زي ما أخدنا قبل كده المهندس بكل ما يتعلق بالمواصفات والأطراف اللي بيتعامل معاها مساعدات ومجمل العمل اللي بيقوم بها. بعد كده دخلنا على موضوع اللاندسكيب معناه والساينس بتاعه معناه ايه. بعد كده دخلنا على فروع السوفت سكيب، وقلنا علشان نعرف يعني ايه سوفت سكيب لازم ناخد النظم والأسس والعوامل والمعايير. فاخدنا النظم زي ما واضح قدام حضراتكم. بعد كده بدأنا في الأسس وخدنا محور الحديقة كاس الرسم وحدة وترابط، وعرفنا عن ايه كل حاجة من دي، وبعدين تناسب وتوازن والسيادة والبساطة، الألوان ودرجة توافقها. كنا واقفين عند الألوان ودرجة توافقها، وقلنا يعني ايه الألوان ودرجة توافقها، يعني هي أساس من التصميم. ان انا لما اجي اعمل ديزاين او انفذ ديزاين لازم اراعي الالوان ودرجه توافقها مع بعضها. الالوان ديت اللي هي الوان المنشآت مع النباتات، والوان النباتات مع المنشآت، والوان النباتات مع العناصر البنائيه الموجوده عندي كلها. وقلنا ان اهم شيء في الديزاين اللي هو اللون النبات، وده اللي بيميز ده اللي بيمثل ملمس الديزاين بتاعي. وبالنسبة لهنا درجة توافقها ده أساس مهم جدا. النصايح لو في شخص ما عندوش خبرة بالألوان قوي، وقلنا عليه إن هو إذا كان لدينا مجموعتين مختلفين من الألوان يجب إن إحنا نربط بينهم مجموعة شجرية تالتة. مثال على ذلك برضو قلنا لما نحب نقرب، لما يكون عندنا مسافة كبيرة جدا وعايزين نقربها وتظهر لنا قريبة، إن إحنا بنحددها بألوان غامقة زي اللون الأحمر والألوان القرمزية والذهبية. كنا واقفين عند أبسط قواعد توزيع الألوان، إن إحنا نصمم أجزاء الحديقة كاملة بلون كاملة بلون واحد. بمعنى إيه؟ إن كان زمان عندنا كان في وقت وكان في جناينية وكان في إمكانيات مادية وكان في وفرة من الوقت، فكنا بنجيب جناني يزرع كلها نباتات عشبية ونباتات مزهرة، وكل 3 شهور يشيل وياخد البذرة ويزرع ويشيل وياخد البذرة. نظرا للظروف الموجودة حاليا، فعاد من أبسط قواعد الألوان إن أنت تصيد عن هذه الأزهار بإن أنت بتزرع ألوان أحواض كاملة ومناطق كاملة بلون واحد. مثال على كده حضراتكم زي الألوان اللي حضرتك شايفها دي، نبات الجارونيا. الجارونيا دوت موجود هو تحت في دايرة كاملة اللي موجود تحت الفيكس ده. لو زمان موجود كنا هنزرع نباتات عشبية مزهرة حولية زي الشريزن صمام وزي الأقحوان والمارجريت إلى آخره. فعلشان نوفر الصيانة، عمليات الصيانة، ونوفر في الوقت، اتزرع المنطقة كلها بالجارونيا الحمد اللي حضرتك شايفينها. ثواني بس على ما الصور تحمل، على ما الملف يحمل توافقها. ان انا لما اجي اصمم ديزاين لازم اراعي الالوان توافقها مع بعضها، النباتات مع بعضها، والالوان مع المبنى، والمبنى مع العناصر البنائيه الاخرى زي اللايتس زي البرجولات. فكان في بعض النصائح في اختيار الالوان مع بعضها، بنقول ان من ابسط قاعده الالوان توزيع الالوان انك تصمم اجزاء كامله بلون واحد. قلنا ان ده بيوفر الوقت، بيوفر مصاريف تكاليف الصيانه والتشغيل والكلام ده كله. بدي نمثله اللون. لما انا بخلط الاسس دي مع بعضها بطلع وحده تصميم نباتي ممتازه جدا، زي ما بنقول ان تصميم مميز.
فالشبال الأسس اللي هي زي الاتزان ومكسر الرسم والبساطة، ده حاجات بتمس شكل التصميم. والأساس اللي هو التنوع والتكرار، وعرفنا ايه هو التنوع والتكرار، ان انا اذا كررت لازم انوع، واذا نوعت لازم اكرر. طب انا بنوع ليه؟ بنوع علشان ابعد عن الملل، وبكرر عشان اعمل وحدة وترابط في التصميم. بالنسبة للون بيمثله التأكيد والتتابع، لما انا بخلط الاتزان ومكسر الرسم والبساطة والتنوع والتتابع كده، لما بخلطهم بنسب معينة، ان انا بعمل عم بطلع وحدة تصميم متناسبة ممتازة جدا، خالية من أي خلل أو ضرب. طب إزاي يعني؟ زي ما إحنا للتذكرة في اللي فات قلنا إن إحنا المفروض إن إحنا بنعمل تكرار وتنويع ما يجيش على حساب الإخراج والتراب، وبنعمل تناسب وتوازن وبساطة. البساطة قلنا إن إحنا لو زودنا في البساطة أو بنعمل تفكك في التصميم. ما فيش فيها خلل. عملية توزيع الأسس مع بعضها ديت بتعتمد على خبرة المصمم وعلى حسيته الفنية، اللي هم أهم ميزتين موجودين في المهندس المفروض يكونوا متوفرين فيه. الأساس رقم 11 اللي هو تحديد الحديقة وعزل وتقسيم مساحتها، دي مهمة جدا. في فرق بين التحديد في فرق بين التحديد وفي فرق بين العزل وفي فرق بين التأثير. هو في بس انا بقرا قدامي، معلش، في اخ بيقول هو حضرتك ممكن تحط لنا مساق تفكير لاندسكيب في المنشآت الداخلية زي الفنادق؟ كل ده ان شاء الله جاي في المحاضرات بإذن الله. هناخد مراحل التصميم التفصيل، وازاي تعمل تصميم بأمانة، ولا ازاي تعمل اوتوكاد، كل ده جاي ان شاء الله خلال في المحاضرات اللي جايه. بنقول ان احنا بنتكلم عن اسس التصميم اللي لازم تكون متوفره في التصميم، وعدم وجودها بيسبب لي خلل في التصميم. الاساس رقم 11 في الاسس دي اللي هو تحديد الحديقه وعزل وتقسيم المساحات. ايه الفرق بين التحديد وايه الفرق بين العزل وايه الفرق بين التقسيم؟ التحديد ان انا ببروز حوض من الحديقة قدامي، يبقى التحديد ان انا ببروز مساحة من الحديقة او حوض ببروزه قدامي. طب فايدة التحديد ايه؟ ابراز هذا الحوض، ابراز هذا الحوض. طب العزل ان انا بعمل عزل تام او كلي للحديقة بتاعتي عامة بجوارها، ان انا عندي مناظر غير مرغوب فيها ومش عايز ابين المناظر غير مرغوبه فيها ديت، فبعمل عمليه عزل. عمليه عزل للحديقه بتاعتي. طب التقسيم، التقسيم ان انا بعزل من منطقه داخل الحديقه او حوض عن باقي اجزاء الحديقه، مش عن بجورها بقى، او بخصص حوض معين او مساحه معينه داخل الحديقه لاستغلال معين او هدف معين. يبقى ايه الفرق بين التحديد والعزل والتقسيم؟ والتلاتة دول حضراتكم لازم يكونوا موجودين وبصورة مميزة جدا، كل في حاجات كتير جدا. التحديد والعزل والتقسيم. التحديد قلنا ان انت بتبروز حوض معين او مساحة معينة من الحديقة. العزل ان انت بتعزل مساحة الحديقة كليا عن ما بجاورها. التقسيم ان انا بعمل تحديد او عزل لمنطقة داخل الحديقة عن باقي اجزاء الحديقة. طب انا بلجأ للتحديد ليه؟ بلجأ للتحديد علشان ابرز الحوض دوت عن ما بجوره، او ابرز مساحه معينه قدامي بحددها قدامي زي البرواز. العزل ان انا مش عايز اتاثر، مش عاوز اتاثر بالمناظر المجاوره ليا. التقسيم ان انا عايز ابرز اتساع المكان. طب في نقطه هنا حساسه جدا، ايه هي؟ ان احنا قلنا علشان تحقق الاتساع، ما احنا لسه بنقول دلوقتي ان الاسس طريقه خلطها مع بعضها وتوزيعها مع بعضها بتعتمد على خبره المصمم، ومفيش اساس يجي على التاني، فهو خط رفيع بيربط بين البساطه والوحده والترابط والاتزان ومقياس الرسم والتكرار والتنويع. فعندنا مثلا التقسيم، تقسيم المساحه. احنا قلنا علشان نعمل وحده وترابط وعشان نحقق اتساع، المفروض ان احنا ما بنقسمش الجنينه او الحديقه بتاعتي. طب منين هنا انا بقول تقسيم؟
لما بنقول ان انت المفروض ما تقسمش دي لما تكون المساحة ضيقة عندك، فلو جاءت للتقسيم هتيجي على حساب الوحدة والترابط بتاع التصميم على حساب الاتساع. طب افرض انت عندك اساسا مساحة واسعة جدا، مساحة واسعة جدا وعايز تبين الاتساع اللي فيها، لازم ألجأ للتقسيم. دي اشبهها لك بيها حضرتك، ان انت لو عندك قطعة ارض فاضية، قطعة الارض الفاضية دي لو انت معدي وبصيت لها ممكن ما تتخيلش انها ممكن تجيب شقتين او شقة بقى قبل التفصيل. بعد ما بتفصلها وتقسمها الاوض و بتلاقي ان هي ممكن تجيب فعلا شقتين وبتلاقي شكلها واسع جدا. فبلجأ للتقسيم في الحديقة بتاعتي، ان انا المساحة بتاعتي بقسمها لقد حوض واشكال بحيث ابين المساحة الواسعة اللي عندي دي، لان انا لو مساحة كبيرة عن اللازم وما قسمتهاش هحس بفراغ اللي هو يؤدي للتفكك وعكس الوحدة والترابط. فبلجأ لتقسيم المساحة في حالة المساحات الواسعة جدا علشان ابين مساحتها، وما بلجأش للتقسيم في حالة المساحات الضيقة لانه هيفكك للتصميم. هنشوف الكلام ده زي ما بنقول بيه السلايدز او الصور اللي عندي دي. ايه الالوان ودرجه التوافق؟ نرجع تاني، كان الملف مش عايز يحمل. فبنشوف حضراتكم الالوان في اساس في نص التصميم قلناه في الالوان. حضراتكم المنظر اللي قدامكم ده لو انا رجعت للتقسيم فيه، لو انا رجعت للتقسيم فيه هيبان لي طبعا هي يعني مفيش فيها مساحه اساسا، فالجا للتقسيم ليه؟ دوت برضه عكس العزل، ان انا بستفيد من مناظر ايه المجاوره، ما بعملش عزل بيني وبين الجار عشان احقق اتساع. دوت طبعا عكس الكلام اللي انا قلته في الاساس الموجود دلوقتي. انا بلجأ للعزل لو في مناظر غير مرغوب فيها. ده طبعا شايفين توافق الالوان. الاساس اللي احنا كنا واقفين عنده ان انت المفروض من عد اساس من نص التصميم ان انا بعمل مساحات كامله بلون واحد، زي ما قلنا ادي الجارونيا والنجمه اللي هي اللي قدام دي، ديت مساحه كامله هي دي الجارونيا دير ما يجور العنصر السيادي اللي عندي هو الفيكس زي ما حضرتك شايفين كده. خدنا احنا كل السلايدز ديت في الالوان ديت توافقها. لما قلنا السلايد اللي عدى بقى اللي هو لما يكون في مناطق هاديه جدا وعايز اعمل فيها عمليه اثاره او اكزيتيشن بحط الوان غامقه زي الالوان الحمراء او القرمزيه علشان احيي المكان بتاعي. بنيجي بقى قلنا زي ما قلنا الاساس بتاعي اللي هو التحديد والعزل والتقسيم اللي احنا بنتكلم فيه. منظر زي اللي قدامي دوت، ديزاين زي اللي قدامي ده حضراتكم، فين هنا العزل وفين التقسيم وفين التحديد؟ العزل حضراتكم واضح في صف الفيكاس اللي موجود في النهاية ده، الموجود على الحدود ده اسمه عزل. طب التحديد متمثل فيه هنا؟ مفيش صورة؟ الصورة واضحة قدام حضراتكم. بنقول العزل متمثل فين هنا؟ إن أنا عازل المساحة اللي قدام حضراتكم الديزاين كله عزله ما عن ما بجوره. فين العزل هنا متمثل في صف الفيكس اللي ورا ده؟ دوت العزل. طب انا عايز ابين اهميه صف الفيكس دوت، او ما تخيل العكس، لو حضرتك تخيلت الديزاين دوت من غير صف الفيكس دوت حضرتك مش هتشوف الديزاين اللي قدامك ده كله، مش هتشوف المساحه دي، لان انت لما هتبص من خلال التحديد اللي هو موجود زي الثرو الليموني والشرانيا والجرانيا، مجرد انك تبص من هنا والفيكس ده مش موجود انت هتشوف فراغ، وهتشوف ايه اضاءه، هتشوف نور شديد جدا، فانت مش هتقدر تلاحظ الاتساع الموجود في المنظر ده ومش هتاخد بالك منه. ده العزل. يبقى العزل متمثل فين؟ في صف الفيكس اللي على الحدود ده. طب فين التحديد؟ التحديد متمثل في خط الشرانيا دهوت مع الجرانيا مع الثرو الليموني. طب انا لما كنتش عملت التحديد ده، لو انا ما عملتش التحديد اللي هو الشرانيا والثرو الليموني وكان مسطح الاخضر منه لصف الفيكس، طبعا ما كانش هيبقى في، كان هيبقى في خلل في التصميم بتاعي. طب فين التقسيم متمثل فيه؟ التقسيم متمثل حضراتكم في شكل الاحواض اللي حضراتكم شايفينها دي، الحوض اللي هو على شكل سمكه ده، النبات اللي هو البني اللي جوه ده اسمه الانتيرا ومتحدد بالشيح، محدد السمكه بالشيح، زائد الدايره اللي في السنتر دي مقسم المساحه كمان واسعه جدا زي ما قلنا،
نقسمها لسمكة، شكل السمكة والدايرة دي والدايرة اللي بالجزانية وجواها عود الصر والليمون. هنا لاجئ ليه العزل، قلنا العزل والتقسيم والتحديد، قلنا لاجئ للعزل علشان يعزل المناظر المجاورة، المناظر غير مرغوب فيها، أو علشان يبين الحاجات اللي بداخل العزل ده، الديزاين كله بيانه، عامل للتحديد للديزاين كله عن طريق صف الفيكس اللي ورا. طب التحديد اللي عندي للتصميم نفسه، للديزاين نفسه، متمثل فيه، متمثل في الشرانية وصف ايه الصار والليمون. بالنسبة للتقسيم، التقسيم واضح جدا في شكل السمكة وفي الدايرتين الموجودين دول. على فرض ان شكل السمكة مش موجود والدايرتين دول، انا ما كنتش هلاحظ الاتساع اللي فين، اللي في الديزاين بتاعي، لان انا لو ما كنتش عملت التقسيم دوت كنت احس بفراغ، مفيش الا مسطح اخضر قدام، وجود احساسي بالفراغ دوت عكس الاتساع، ومش هعمل واحدة وترابط في التصميم، فبلجأ للتقسيم في الحالة دي. يبقى بنتكلم في اساس من نص التصميم اللي هو التحديد والعزل والتقسيم. العزل قلنا متمثل هنا فين؟ في صف الفيكس. التحديد متمثل في خط الشرانيا مع الثرو الليموني مع الجرانيا اللي هو موجود قدام حضراتكم ده. التقسيم متمثل في الاشكال اللي هو عاملها زي شكل السمكه الموجود دهوت، مع الدايره الموجوده دي، مع الدايره الموجوده بالجزانيا اللي داخلها عود الثرو الليموني الكبير. هنا حضراتكم الاساس اللي قلنا عليه اللي فات، اللي هو من ابسط قواعد التصميم، ان انا بعمل مناطق كامله بلون واحد زي النجمه اللي حضراتكم شايفينها دي. دي كانت زمان بتتعمل بنباتات عشبيه مزهره حواليها ومعمره زي الشرانيا، زي الشريزه الصمام والاقحوان والمرجريه. حاليا طبعا نظرا للظروف اللي احنا قلنا عليها، ما امكنش ان هو يعمل النباتات اللي هي العشبيه المزهره دي، فعملها كلها بالدوران تلموني شكل النجمه اللي حضراتكم شايفينها دي. برضو الكنة انديكا اللي حضراتكم شايفينها دي، دي عمل حوض كامل، حوض كامل بالكنة انديكا اللي حضراتكم شايفينها دي. فبيعمل حوض كامل بيجي في الازهار، بالاضافة ان شكل الورقة جميل جدا، وبيستعيد عنها مكان الازهار اللي قلنا عليها، النباتات العشبية المزهرة والحولية اللي كنا بنستخدمها زمان. مثال لعدم توافق الالوان هنا في الديزاين دهوت، احنا بنتكلم في الالوان اللي جت توافقها. مثال لعدم توافق الالوان، الميدان اللي حضراتكم شايفينه ده، الميدان دوت طبعا كان اخ نشره على النت وعلقنا عليه، فانا بنستاذن ان احنا نعلق عليه تاني للافاده. حضراتكم شايفين اللون البيج دهوت، اللون البيج دوت المفروض ان البيج ما كانش يبقى بنفس الانترلوك الموجود المحيط بالميدان، لان هو كونه عمل اللون البيج ده بنفس الانترلوك يعتبر اقتص المساحه ديت، يعتبر بقت المساحه دي كلها مع بعضها، يعتبر اقتص المساحه ديت من مساحه الميدان، وبالتالي حساسك بدو. تاني حاجه انه استخدم في التحديد الوان غامقه، الالوان الغامقه بتحسسك بدو المكان. المفروض ان كان اللون الاحمر ده هو اتجاه في الدايره اللي في السنتر مكان الابيض، والابيض هو اللي حدد به المساحه، وكان الاحمر دوت اتحط مكانه نفس البتونيا باللون الازرق وقلل في مساحه الاحمر شويه، كان يبقى الميدان جميل جدا ومفيش فيه خلل في التصميم. تاني خطأ في الديزاين دوت ان فاصل الجسم البنائي، ان فاصل الجسم البنائي حضراتكم ده هو فاصل الجسم البنائي عن الحوض بالمساحه الفاضيه دي. المفروض ان المساحه الفاضيه ديت دي كانت يعمل عملية وحدة وترابط بين الجسم البنائي وبين الميدان الموجود ده، ديت برضه تعتبر خطأ في التصميم أو خلل في التصميم، لأنه ما حققش وحدة وترابط داخل الميدان نفسه. يبقى أول خطأ في الألوان هنا ودرجة توافقها إنه ما فصلش لون الإنترلوك عن المساحة اللي موجودة جوه عند الديزاين نفسه. تاني حاجة حدد بألوان غامقة. تالت حاجة مكتر في الألوان غامقة جدا وزاد في المساحة بتاعتها، عامل فصل بين الجسم البنائي وبين الديزاين، فطبعا ده خطأ. تاني حاجة الاتجاه حضرتك اتجاه الجسم البنائي نفسه، لو جبناه من البداية
المفروض ان انا المسجد ده هو ده العنصر البنائي بتاعي. لما كنت احط الجسم البنائي المفروض ما كانش يبقى اتجاه الجسم البنائي بالشكل ده. احنا قلنا ان اي حاجه لها وش وظهر، قلناها قبل كده. فالمفروض ان واجهه الجسم البنائي ما تبقاش موازيه لاتجاه الجامع، بحيث انا لما ابص في الاتجاه ده هو يبقى الجامع هو العنصر البنائي. كونه هو عنصر السياده، قصدي كونه هو عمل الجسم البنائي بنفس الاتجاه بتاع الجامع، ما عادش الجامع هو العنصر السيادي بتاعي، ولا عاد في نفس الوقت برضه الجسم البنائي هو العنصر السيادي. وكان زي ما هو دلوقتي المفروض يا الجامع هو العنصر السيادي، او الجسم البنائي هو العنصر على الجامع، ما كانش يبقى الجسم البنائي موازي للجامع زي ما هو موجود في الوضع الموجود بوده. بحيث ان انا لما كنت ابص من الجنب هنا في الصوره دي كنت شفت الجسم البنائي، دلوقتي الجسم البنائي وجهته جايه كده. لنا زي ما احنا باصين كده كنت انت هتشوف في الحاله دي الجسم البنائي، ان هو دلوقتي مش واضح، فده يعتبر خلل في الديزاين بتاعي. ان انا لما اجي احط، انا على فرض عايز اعمل حوار حضراتكم، على فرض انا المبنى بتاعي عنصر سيادي هنا كده، على فرض انا في عندي مبنى هنا، المبنى دوت هو العنصر السيادي. لما اجي احط لما اجي اعمل عنصر سيادي، لما اجي احط جسم بنائي المفروض ان انا واجهه الجسم البنائي بتاعي كده، الواجهه بتاعته ما احطوش انا بقى موازي للمبنى، بحيث يبقى الرؤيه بتاعتي ما تبقاش عموديه على الشكل نفسه، لا المفروض ان انا كانت حط جسم البنائي بالشكل ده كده. وهم لما اجي ابص من الشكل من الناحيه دي يبقى الجسم البنائي هو العنصر السيادي بتاعي، لما اجي ابص في الاتجاه ده هو يبقى البندر بتاعي هو وضحت حضراتكم. يبقى انا المفروض لما ابص هنا كنت شفت ليه العنصر، لما انا ابص في الاتجاه ده كان المفروض الجسم البنائي هو العنصر السيادي بتاعي. لما انا كنت ارجع تاني ابص في الاتجاه دوت كنت اشوف المسجد هو العنصر السيادي بتاعي، انما كده وكمان بحطهم الاثنين متوازيين ما فيش فيهم اي عنصر سيادي، وبالتالي فقد السياده في التصميم. وطالما فقد السياده يعتبر خل اساس من نص التصميم، احنا قلنا اساس من نص التصميم السياده، او لازم يكون فيه عنصر سيادي. كون هو عمل الشكلين دول منافسين لبعض بالشكل ده يبقى فقد السياديه، يبقى عمل لي خلل في التصميم. الخلل طبعا ده انت بتحسبه. دوت ثلاث احتمالات للديزاين. طبعا المهندس اللي كان بقى اللي هو اللي عمل الثلاث احتمالات دول، والاحتمال الاولاني دوت اللي انا كنت مقترحه، الاحتمال الاولاني ده ان عدد جسم البنايه بتاعي في السنتر اهوت، وحددته وعملت وحده وترابط، حددت به الاحمر في السنتر وبعدين اللون الاخضر والف ايه اللون الاحمر، بعد كده عمل اللون الازرق وفصل الانترلوك عن الديزاين باللون الابيض مع نفس الزهره الزرقاء. برضه نفس الشكل ده حضراتكم، المفروض ان انا اللون الاحمر دهوت كنت غيرته بلون فضي حتى علشان اربط اللوجو بالمسطح الاخضر بتاعي، لان انا كده نفس اللون اللي فوق هو نفس اللون اللي تحت، ما عملتش انا كده واحده وطلبت. احنا قلنا لازم تكرر، اذا اضطريت انك تكرر لازم تنوع علشان ابعد عن الملل. فهو هنا ما لجاش للتنويع فكرر بدون تنويع، فتحس ان في خلل في التصميم بتاعك. اساس من نص التصميم اللي بعد كده التنافر والتوافق. التنافر والتوافق زي التكرار والتنويع بالظبط، وزي التناسب والتوازن. يبقى اذا انا كان عندي تكرار لازم انوع، اذا نوعت لازم اكرر. طب التنافر والتوافق دول متواجدين في ايه حضراتكم؟ التنافر يعني ايه والتوافق يعني ايه؟ التنافر ان انا عندي حاجتين اتنين مش متوافقين لا في الطبيعة ولا في الشكل، بحطهم مع بعض بحيث اعمل عمليه كونتراست او تنافر او تناقض، بحيث ابين ميزه معينه او الفت النظر. طب التوافق معناه ايه؟ ان انا بستخدم حاجتين اتنين لهم نفس الصفات ولهم نفس الميزات. فالتنافر دوت موجود في حضراتكم، التنافر معناه عدم وجود صله بين عنصرين من عناصر التصميم، وعكسه اللي هو التوافق في وجود صله عنصريه. مثال للتنافر والتوافق، بس عمال افتح حمل
اشترطكم التنافر والتوافق، مثال للتنافر والتوافق. عملية التنافر ديت أنا بلجأ لها لما يكون عندي في بعض المعوقات. زي إيه؟ زي إيه؟ الملف الحامل أهو، إن أنا عندي منظر زي الحركة هتشوفوه ده في صحراء. أنا بعمل ديزاين داخل مكان فاضي جدا ومكان واسع جدا، علشان أنا أبرز أو ألفت النظر له لازم أعمل حاجة غير طبيعية. دي معنى التنافر، ان اعمل حاجه غير طبيعيه. زي مثلا اشبه لحضراتكم كده، ان انا لابس بنطلون غامق جدا، البس عليه اي حاجه فاتحه جدا، اعمل عمليه كونتراست اللي هو التناقض اللي بنقول عليه، لمسه معينه. التصميم اللي حضراتكم هتشوفوه دوت تركوا قصته علشان ايه توصل الفكره. الفكره كلها ان الديزاين حضرتك بتشوف دايما على اي حمام سباحة او بجوار اي نافورة مجموعة من الصبارات. طبعا ده تنافر، ليه؟ لان الصبارات غير محبة للمية، فبتلاقي دايما عاد موجود الموضوع ده. المنظر اللي حضرتك شايفينه دوت ده طبعا كان في الصحراء والجبل ورايا اهو. طبعا فين التنافر موجود؟ فين هنا؟ موجود في النافورة مع الجبل. يعني التنافر موجود فين؟ في النافورة مع الجبل. النافورة حضراتكم منطقيا كده ان هي المفروض ما تكونش موجودة في المكان ده، بس انت لجأت للتنافر ليه هنا؟ علشان المكان اللي حضرتك عايز تملاه زرع مكان كبير جدا. انت علشان تملاه زرع طبعا مهما جبت له من كمية زرع، مهما جبت له ورصيت وعملت، مش هيلفت النظر. يا مش هيلفت النظر، انت عايز باقل عناصر وباقل كميه زرع تبين للشغل بتاعك. فعلشان انت تعمل حاجه غير طبيعيه وغير منطقيه لازم تعمل تنافر، لازم تعمل لجنه للتنافر في الموضوع ده. فالديزاين من بدايته خالص زي ما حضرتك شايف كده، المساحه كبيره جدا. اعمل ايه حضراتكم؟ علشان حضراتكم بنقول عمليه احنا في اساس دلوقتي اسمه اساس نص تصميم اللي هو التنافر والتوافق. المنظر اللي حضراتكم شايفينه دوت ده طبعا في الصحراء والجبل ورايا اهو. طبعا فين التنافر موجود؟ فين هنا؟ موجود في النافوره مع الجبل. يعني التنافر موجود فين؟ في النافوره مع الجبل. النافوراتكم منطقيا كده ان هي المفروض ما تكونش موجوده، بس انت لجأت للتنافر ليه هنا؟ علشان المكان اللي حضرتك عايز تملاه زرع مكان كبير جدا. انت علشان تملاه زرع طبعا مهما جبت له من كمية زرع، مهما جبت له ورصيت وعملت، مش هيلفت النظر. يا مش هيلفت النظر، انت عايز باقل عناصر وباقل كمية زرع تبين للشغل بتاعك. فعلشان انت تعمل حاجة غير طبيعية وغير منطقية لازم تعمل تنافر، لازم تعمل لجنة للتنافر في الموضوع ده. فالديزاين من بدايته خالص زي ما حضرتك شايف كده، المساحة كبيرة جدا. يعني المساحة كبيرة جدا علشان حضرتك تحط جنب الجبل دوت زرع ويظهر، انت عايز كميات مهولة من الزرع. طب انت عايز تستعيض عن الكميات ديت، يبقى لازم تعمل حاجة كونتراست، لازم تعمل حاجة متناقضة علشان تلفت النظر بسرعة جدا، المطلوب منها بالظبط. هو دوت التنافر اللي هيقول عليه، ان انت تحط حاجه غير متوافقه في الطبيعه وفي المكان، وغير متوافقه للمنظر نفسه. في مع بعض حاجتين متنافرين مع بعض، فتقوم تبين او ميزه معينه او تلفت النظر للديزاين بتاعك. مثال تاني للتنافر، الديزاين اللي حضرتك شايفه دوت، قلنا قبل كده قلنا ان عند عاد موجود او موجود ومنتشر ان انت جنب اي بحيره صناعيه او حمام سباحه انت تلاقي مجموعه من الصبارات. كذلك المنظر اللي حضرتك شايفينه دوت، ده بحيره اهيت ونافوره. فين التنافر الموجود؟ ان دوت مسطح مائي، بتلاقي عنده فيه عصفور الجنه، في جارونيا. طبعا كل ده حاجات مش محبه للميه، هو حطها على جنبها مجاوره لها
وعمل تنافر عشان يلفت نظر في التصميم. هنا برضو نفس القصة، عندك هذا مسطح مائي غير صناعية، دوت نبات الفجيرة وديت الجلاديولاس. الأفصال طبعا الاثنين مش محبين للمية أوي، فحط الجلاديولاس والفجيرة في قلب المسطح مع النبات المتسلق، وطبعا ده طبيعة غير طبيعة نهائي، فعمل عملية التنافر دوت رخر تلاقي الديزاين ما شاء الله شكله جميل جدا. يبقى عملية التنافر توافق، أنا بقول التنافر ليه؟ علشان أبرز سمة معينة في التصميم أو ألفت النظر للتصميم. وشفناها حضراتكم إن أنا جبت النافورة في الديزاين الموجود ده، إن أنا جبت النافورة وسط الجبل دوت وسط المنظر اللي أنت شايفه. برضو موجود بقول لحضرتك إنه محطوط الفجيرة مع الجلاديولاس مع النباتات المتسلق في قلب بحيرة المية. طبعا دوت في الري نظامه إيه في الري؟ يعني الصناعة اللي حضرتك شايفها ديت في قلب المية دي معزولة عزل تام زي ما بينا في زي ما بينا في عملية الشلال والنوافير والحاجات دي مع في زراعة الأسطح، معزول عزل تام عن الحوض عن طريق بلاستيك توبتين وطرق العزل اللي احنا خدناها، ووصل له شبكة ري منفصلة خالص عن الماء اللي هو موجود في قلبها. هنا طب التنافر في الديزاين الموجود ده محركه ده فين؟ التنافر موجود في انه حاطط جنب السور نبتات ظل كلها، يعني الموجود قدام حضرتك دوت الكروتون والقليل ده نصه مش نصف، اكون هو يحطها في شارع بره طبعا دوت حاجه مش طبيعيه او حاجه مش متعود عليها، فعمل عمليه كونتراست او تناقض علشان يبرز ميزه معينه في التصميم. وبرضه في سبب تاني ان دوت يعتبر الظله دايما من المبنى، يعتبر ظل المبنى ومنطقة ظل بصفة دائمة، وحط فيها نباتات الظل أو نصفه مشمسة علشان ما تأثير الأضاءة أو الضرر الناتج عن الظل المبنى يقلل من الضرر الموجود شوية. بس في عملية تنافر موجودة وعامل غاز سيما في التصميم بتاعي، إن هو زارع النخل مع نباتات المشمسة وبجوارها محدد بنباتات ظل، ده شيء جميل جدا في التصميم. الأساس اللي بعد كده يبقى قلنا التنافر التوافق ده أساس من نص التصميم، إن أنا بلجأ له لازم يكون موجود في الديزاين. في تعليق يعني إيه ألوان في الصحراء؟ يعني ألوان في الزرع تناسب الصحراء، يعني ما إحنا قلنا إحنا مهما حطينا من ألوان، إحنا قلنا أنا حضراتكم يعني المساحة دي مهما أنا حطيت من ألوان ومهما حطيت من كمية زرع مش هيبان. فانا لجأت للتنافر، التنافر ده كان انسب حاجه تتعمل في وضع زي ده. التنافر يعني شوف حضراتكم المساحه، منظر زي دوت الجبل ضخم جدا والمساحه كبيره جدا، يعني الصينيه ديت لو حضراتكم شفتوها بالنسبه للمساحه ما تمثلش اي مساحه. انا علشان ابين مهما حطيت من كميه زرع موافقه للمكان، انا لو عملت توافق هنا مهما عملت من توافق ومهما جبت من كميه زرع مش هتبان في المساحه الكبيره دي، فكان لازم الجا للتنافر علشان ابين او الفت النظر للديزاين بتاعي. انما لو مهما حطيت من زرع والوان موافقه للمكان كنت احس بملل، يعني انا في المكان ده هو لو حطيت الوان مقاربه لالوان الصحراء انا كنت احس بملل والتصميم مش هيظهر قدامي. لازم باين التصميم دوت يكفر الموجود في الديزاين. الأساس اللي بعد كده شكل الأرض ومباني الحديقة. يعني إيه شكل الأرض ومباني الحديقة؟ ده أساس من نص التصميم. أساس من نص التصميم يعني إيه؟ أنا ما أقدرش أتجاهله. شكل الأرض ومباني الحديقة أساس مهم جدا لازم براعيه في الديزاين بتاعي. وأنت أساسا لما تيجي تعمل أي تصميم لازم بتعمل المعاينة الأول ورفع مساحة، بعد كده بتعمل الكروكي. طبعا حضرتك بتشوف شكل الارض ايه والمباني شكلها ايه او ترازمنا، وده ناخدها في العوامل المؤثره في التصميم، يعني هي اساس من نص التصميم وفي نفس الوقت بتعتبر عامل في التصميم اللي هو شكل الارض ومباني الحديقه. شكل الارض ومباني الحديقه زي ايه؟ ثواني الملف بيحمل برضه.
يعني ايه شكل الارض على محمد؟ في شكل ارض ومباني الحديقه، ان في عندي ارض مرتفعه، ارض عالي وواطي، ارض منخفضه، شكل الارض نفسها، طبوغرافيه الارض دوت. طبعا انا حاجه بعمل عليها زي الديزاين بتاعي، فما اقدرش اتجاهلها، ولازم يكون في توافق بين الاثنين، من شكل الارض وبين المباني وبين الزرع الموجود عندي. مباني الحديقه ان في طرز مباني مختلف، لامي وطراز الفرعوني، حتى في داخل مصر نفسها المباني اللي في أسوان غير المباني اللي هنا، غير المباني اللي هنا، غير المباني اللي في بورسعيد. طراز المبنى نفسه ده طبعا أساس من أسس التصميم، ما أقدرش أتجاهله، ولازم يكون في توافق بين المبنى وبين الحديقة. طب هنا بيقول لحضرتك إن في بعض العوامل بيجب مراعاتها في بين المبنى وبين الحديقة. أول حاجة إن ما تتنافرش ألوان المبنى لحضرتك، الحاجات المكتوبة دي مهمة جدا. بيجب ابراز عظمه عده عوامل اهمها الا تتنافر الوان المبنى مع الوان الحديقه، ان تزرع حولها ما يسمى اساس. ايه هي زراعه الاساس؟ زراعه الاساس ان انا بعمل عمليه ربط بين المبنى بتاعي وبين الحديقه بتاعتي، زي ما شفنا في الميدان الصوره اللي فاتت، ان كان الباشمهندس سايب مسافه بين الجسم البنائي وبين الديزاين بتاعي، سايب مسافه فاضيه حوالين الجسم البنائي. هو بالمسافه الفاضيه اللي سابها ديت ما عملش ربط بين الجسم وبين الديزاين، فتحس ان في خلل، عمل عمليه فراغ. انا حاجه تجميل المبنى بالنباتات حوله وبين اجزاء، تجميل المبنى بالنباتات حوله وبين اجزاء. هنشوف الكلام دوت في الملف اللي جاي ده، انا لسه بحمل. على ما احمل الملف بنقول رقم 3، امتداد المبنى في الحديقة على هيئة شرفة أو تراس. إيه الفرق بين الشرفة وبين التراس؟ إيه الفرق بين الشرفة وبين التراس؟ وأنا بتهمني إيه في موضوع التراس ده؟ بيهمني في إيه؟ الفرق بين الشرفة والتراس إن الشرفة بتبقى من الدور التاني وأنت طالع لفوق، التراس دايما بيبقى عبارة عن شرفة فرضي وأكبر من الشرفة اللي في الدور التاني وأعلى من أرضية الحديقة ب 30 سم. يبقى التراس عبارة عن ايه؟ التراس عبارة عن شرفة بتبقى أكبر من باقي الشرفات اللي في المبنى، وممتدة في الحديقة وأعلى من أرضية الحديقة بحوالي 30. الشرفة دي بتفيدني في ايه حضراتكم؟ إن أنا لما يكون عندي شرفة في الجنينة بتاعتي أو في المبنى بتاعي وفي جنينة، لازم أعمل عملية ربط بين الشرفة ديت بين التراس، لازم أعمل عملية ربط بين التراس وبين الحديقة بتاعتي. تاني حاجة، ما اقدرش اعمل برجولة حتى لو الزبون اللي طلب كده، التراس ده لما يكون موجود ما اقدرش اعمل برجولة في المكان، ولا يبقى انا مهندس ما عنديش خبرة. يبقى التراس، ايه الفرق بين التراس والشرفة؟ الشرفة قلنا الشرفة دي شرفة شرفة، انما دوت تراس. الشرفة من الدور الثاني وانت من التراس، التراس في الدور الارضي واكبر من الشرفة واوسع واعلى من ارضية الجنينة ب 30 سم، اللي هي المسافة دي اعلى من ارضية الجنينة ب 30 سم. قلنا التراس دوت بيفيدني في ايه؟ ان انا ما اعملش برجولة، لا في الحديقة. تاني حاجة، إن أنا لازم أعمل ربط بين التراس وبين الحديقة بتاعتي. يعني إيه ربط؟ إن أنا أزرع زراعة الأساس اللي إحنا كنا بنقول عليها من شوية. أزرع زراعة الأساس، إيه هي زراعة الأساس؟ إن أنا بأزرع نبات لازق في الجدران. طبعًا السياسة دي مش عندنا، سياسة الزراعة جنب الجدار، إنما ده خطأ طبعًا. اللي هو عملية الزراعة دي لها قصة كده هقولها لكم يا حضراتكم على محمل الملفات. هو المفروض حضراتكم النقطة اللي جاية دي مهمة جدا. المفروض إن أنا المناسيب بتاعتي لما أجي أزرع، المفروض إن أنا ببحث الخط الرئيسي بتاعي بعمق 80 سم. هذا سطح الأرض بتاعتي، سطح الأرض
سطح الجدارة بتاعتي. المفروض ان انا بفحط الخط الرئيسي ده في النظام القديم، بفحط الخط الرئيسي دوت تحت عمق 80 سم، يعني المسافة دي 80 سم. ال 80 سم دول متقسمين ليه 50 سم اللي هي التربة العادية، المسافة دي اللي هي 50 سم. المفروض انا الخط الرئيسي بتاعي في حدته كده، وبطلع بالرايزرز، وبعدين بنزل بالخط الفرعي على بعد ال 50 سم من الخط الرئيسي. طب فاضل كام؟ 30 سم اللي هي المسافة دي. هو المقصود حضراتكم ثانية واحدة، اربط المبنى بتاعي بالحديقة بتاعتي. اربطه ازاي بالحديقة بتاعتي؟ لازم ازرع جنبه نباتات عشان اعمل عملية دي. طب انا لما اجي ازرع جنبه نباتات، في ناس عندنا الثقافة المصرية يخاف جدا يزرع جنب الجدار. طب ده خطأ. خطأ ليه؟ لان ده تطبيق خطأ من المهندس، لان انا المفروض هو مش هدور الجدار ليه، المفروض ان انا عندي المبنى زي ما بنقول، المفروض ان انا بفحط الخط الرئيسي بتاعي تحت عمق 80، ادي اهو وصلنا ان دي 50، ان دي 50 سم ودي 30 سم، دي 50 سم ودي 30 سم. ال 30 سم دول المفروض ان حطكم ليه 20 سم رمل، 20 سم رمل، و2 سم دي الخلطة، يعني خدها إن شاء الله في عملية الخدمة قبل الزراعة. يفضل لي كام من ال30 سم؟ 8 سم. المفروض إن دي 8 سم. ال8 سم دول عبارة عن رول تنجيل. رول التنجيل ده عبارة عن إيه حضراتكم؟ رول التنجيل عبارة عن أداة الورقة بتاعة النجيل، وبعدين دي منطقة الكراون أو التاج، وبعدين دي منطقة الجذر. المفروض إن الورقة دي 4 سم، والكراون 2 سم، والجدل 2 سم، يبقى دي كلها عبارة عن 8 سم. الفايدة في دي كلها إيه؟ إن أنا المفروض عمال لكم ان انا المفروض المنطقه اللي بادئ فيها اللي هي ال4 سم الورقه دي، يوم ما انا ما اجي اروي بقى واملى ال4 سم دول، المفروض ان انا طبعا الارض بتاعتي نفاذيتها عاليه وصرفها جيد. تبدا خدنا عينه التربه زي ما قلنا، وعرفنا حاله الارض بتاعتي ايه. لو الارض مش صرفها مش كويس او في اي مشاكل في الصرف، عملنا شبكه صرف صناعي. فالاربعة سنت دول يوم انا مزيد عن الاربعة سنت دول، المية هتطلع لي فوق البلدورة، وده خطأ مني. يبقى لو طب الاربعة سنت دول المفروض ما ياخدوا 10 دقايق بكتير قوي، 10 دقايق ربع ساعة، ويكونوا نشفوا يلحقوا يجروا الجدار بتاعي. هي دي الفكرة كلها، تكون شبكتي سليمة والمهندس عنده خبرة، واعمل عملية ربط بين ان هنا لا يمكن يحصل ضرر للجدران بتاعتي او المبنى بتاعي. علشان حضراتكم اللي هي النقطة دي، انك تزرع حولها ما يسمى اللي هي رقم به دي، ان انا المفروض عندي مبنى من قواعد التصميم وأسس التصميم بتاعتي. شوف الكلمة، بص حضرتك للفظ ده، ان ازرع حولها ما يسمى بزراعة اساس تجميل المبنى من افراد حوله بين اجزاء. الكلمة دي حتى يذوب تصميم المبنى في الحديقة، يعني الكلمة نفسها جميلة جدا. حتى انشطها لك تاني حضرتك، حتى يزول تصميم المبنى في تصميم الحديقة. كلمة حتى يزول تصميم المبنى في تصميم الحديقة دي يدل على اندماج تام بين الزرع وبين المبنى، بين الزرع وبين المبنى. يبقى تزرع حوالين ما يسمى بزراعة الأساس، ده أساس من نص تصميم. امتداد المبنى في الحديقة عليه تشرف أو تراس، إن المبنى لما يكون عندي فيه تراس لازم أستغله، فإن أنا ما استخدمش برجولة
في ان انا بعمل عمليه الربط بزراعه الاساس اللي احنا بنقول عليها دي، ان ما تتوافرش المبنى مع الوان الحديقه. نرجع تاني لملف حمل، بنقول ان شكل الارض، اهو نرجع تاني شكل طبعا اساسا تصميم برشه تجاهله ازاي، ان الارض عندي هنا هي اللي اجبرتني اعمل تصميم بالشكل ده، ما كنتش اقدر اتجاهله والا هعمل تصميم خطا او في خلل. شكل الارض طبعا هنا اهو، هنا طبعا شكل الارض واضح جدا، شكل الارض هنا، شكل الارض هنا، شكل الارض هنا، يبقى شكل الارض ومباني الحديقه شكل الارض هنا، كل دي تصميمات شكل الارض طبعا كان اساس فيها اهو. هي دي بقى زراعه الاساس اللي بنقول عليها حضراتكم، زراعه الاساس، ان النبات يبقى هو والمبنى حته واحده، في عمليه ربط النبات والمبنى حته واحده الاساس ديت علشان نربط المبنى بالحديقه، ده اساس من نص التصميم عندي حتى يذوب المبنى في تصميم الحديقه. النقطه الثانيه اللي بنقول عليها اللي هي ان انا بعمل عمليه التراس، نجيبها تاني، امتداد المبنى بشكل الارض، عايز اوريكم المساحه دي ضيقه ازاي، فكانتش تستحمل ان انا ازرع برجولة، اعمل برجوله، هو رغم ان الزبون طلبها وكده. انا برد على الجماعه اللي يقول لك انا بنفذ رغبه الزبون، لا الزبون يا اخوانا له رغبه وكل حاجه وعلى عيني وراسي، بس ما رغبه الزبون ما لازم تتوافق مع الديزاين اللي انا عامله، ما تخلينيش ما يجبرنيش ان انا اعمل تصميم فيه خلل او مخل باسس التصميم بتاعتي. هي خبرة ودور المهندس في ايه؟ ان هو يوفق رغبة المالك مع ديزاين مع تكلفة، يبقى بتبان خبرة المهندس في انه يعمل توافق بين رغبة المالك وديزاين مفيش فيه خلل وتكلفة مثالية للديزاين بتاعه. فهنا الزبون كانت رغبته ان هو يعمل برجولة بس المساحة مش مساعدة والمساحة ضيقة. تاني حاجة ان انا عندي تراس، كون انا مهندس فاهم قدرت اقنعه ان ما بقاش لازم البرجول لان عندي تراس، والمهندس اصلا عمل التراس بهدف بالهدف ده، ما اجيش انا بقى اتجاهل التراس ده، هو اللي حضرتك شايفه ده ما اجيش اتجاهله اهو، ما اجيش انا اتجاهل التراس ده هو وما استغلوش في الديزاين بتاعي. التراس ده ادي ارتفاع سطح الارض عن الحديقه حوالي 30 سم تقريبا، ده لازم يبقى فيه ظل، ان انا لو عندي اضاءة لازم يبقى في ظل واكيد يكون عندي اضاءة. طيب ما ينفعش انا يبقى في ظل خالص او اضاءة خالص، الاثنين ما يضغوش على بعض، قلنا ان هم بيعتمدوا على حاسة المصمم، فان بيبقى في شعرة بسيطة جدا بين الاثنين، وهذا اللي بتحدد الاحساس الراقي بتاع المصمم، الاضاءة والظل، بيشكل الضوء والظل عنصر مهم في تمثيل الحدائق، إذا تأثر لنا عنصر شكله كهوم أو قوام من حيث الظل أو شدة الضوء، وقد ترجع أهميته في تنسيق عدد شكله وتوزيع الضوء، يتم توزيع زراعة نباتات مختلفة اختلاف حسب استفادة مدى حاجتها للضوء والظل في الحديقة وراها في مواقع المستوى. كل الكلام اللي بنقوله ده حضرتك الإضاءة والظل باينين في إيه هنا؟ لو كبرنا حضرتك التصميم دوت شوية هتلاقي حضرتك أدي ظل وأدي إضاءة، ادي اضاءة وادي ظل، ادي اضاءة وادي ظل، هنا كذلك في اضاءة في ظل، في اضاءة في ظل، كل الديزاين اللي حضرتك شايفه ده اللي مديني احساس الجميل اللي في التصميم دوت ايه؟ هي الاضاءة والظل اللي عاملة الشغل كله. فبنقول ان انت طالما في عندك اضاءة لازم يكون في ظل، يعني ايه؟ ان انا ما ينفعش يبقى في اضاءة خالص او ظل خالص، الاثنين ما يضغوش على بعض، يبقى في تناسب وتوازن بينهم. طب انا طب ما كان ممكن الراجل المصمم دوت يجيب كشاف من الكبير اللي هو الواحد واط او الاثنين واط بتاعنا الجيران المسلح وينور المنطقه دي كلها وخلاص، ليه لجأ الاضاءه والظل؟ ليه عمل الشكل ده؟
هو ده، لان اللاندسكيب بيخاطب الاحاسيس يا اخوان. اللاندسكيب قلنا قبل كده 100 مره انه بيخاطب الاحاسيس، ان انا عايز، لا يعني عايز اعمل ديزاين بيخاطب البني ادم، بيخاطب شعور البني ادم. هو اساس اللاندسكيب هدفه ايه كله؟ انا بعمله ليه؟ علشان احس بالراحه النفسيه، علشان انا احس بالراحه النفسيه. فيعتبر في الاول والاخر هو الراحة النفسية بتاعت المالك، على أساس ما نص تصميم علشان أحقق الموضوع دوت. طالما في إضاءة يبقى لازم في ظل، ما نقدرش نجيب كشاف كبير 2 واط ولا 3 واط ولا بتاع ونسلطه على المنطقة دي كلها وننوره وخلاص. لا، عمل إضاءة وظل، عمل إضاءة وظل زي ما قلنا علشان يرتبط، يبين سمة مميزة في التصميم، بيدرس حاجة معينة في التصميم دي. طبعا الإضاءة والظل واضحين جدا في تصميم زي ده. ديزاين تاني باين فيه الإضاءة والظل، شوف حضرتك شكل الظل هنا، شكل الظل أهو، شكل اللايتس بتاعه عامل إزاي. فالإضاءة والظل واضح هنا فين؟ في شكل اللايتس نفسه، السبوتات نفسها شكلها عامل إزاي. تاني حاجة إن أنا عند المنطقة ديت في الجنينة ما بيجيلهاش شمس نهائي، المصمم راح مستغلها استغلال كويس جدا، وراح عامل الجلسة او القعده بتاعته، وطبعا شكلها جميل جدا وعاليه الاحساس في الاختيار في الديزاين بتاعه. هنا الاضاءه والظل اثرت فيها حضراتكم ان انا عندي مبنى فخم جدا، يعني هو المصمم هنا وقع في مشكله. ايه هي؟ ان المبنى فخم جدا وله جناحين زي ما حضرتك شايف، بس المنطقه اللي بين جناحين المبنى دايما ظله، ولو جه يحط هنا اي نباتات صغيره مش هتبان زي ما قلنا في التناسب والتوازن التصميم. فكان لازم يحط حاجه متوافقه مع عظمه المبنى وضخامه المبنى، فمفيش قدامه الا النخيل. النوع النخيل الاراكي دوت اللي هو يعتبر نصف مشمس، بيجيب كويس جدا في الاضاءه الخفيفه، فراح مستغله في نفس الوقت حطه في جنب من التصميم، واستعاض عن بقيه المساحه بالحصى الموجود دوت مع النباتات الوريفه الصغيره دي، علشان يتغلب على المنطقه الظل او المنطقه الظل الدائمه الموجوده او خطر الظل الموجود. فراح مستخدم نخيل راكيا لانه نخيل فخم جدا وارتفاعه مناسب للمبنى، والاستعاضه عن المنطقه الظل بتشكيلات عملها في الديزاين. فده ضوء الظل اثرت عندي في التصميم بتاعي. هنا حضراتكم ضوء الظل اثرت في عندي او اساس من التصميم ازاي؟ ان احنا قلنا من ذات المهندس استغلال جمال المطاط لصالح التصميم. فكانت الشجرة دي موجودة قبل تنفيذ الديزاين أصلا، فجه المصمم راح مستغل الشجرة ديت واستغل الظل اللي تحتها وعملوا جلسة زي ما حضراتكم شايفين، وفي نفس الوقت تغلب على الضرر اللي كان عنده من الظل اللي موجود تحت الشجرة اللي كان هيقع على المسطح الأخضر بعد كده. هنا الإضاءة والظل أثرت فيه، هنا قلنا إن هو استخدم نباتات نصف مشمسة بجوار المبنى وعملها كسياج بدل اللانتنة كاميرا الموجودة في خارج الحوض. وده بالنسبة للإضاءة والظل كعامل مؤثر في عملية التصميم. بعد كده اختيار الأنواع المختلفة للنباتات، ديت مرتبطة بالألوان والرؤية التوافقها برضه. يعني اختيار انواع مختلفه للنباتات، ان انا لما يكون اختياري سليم يعتبر اساس من نص التصميم. الاختيار السليم، اختيار السليم للنباتات ازاي؟ نباتات تكون متوافقه لطبيعه المكان للمناعه الالوان وبعضها. بتشكل النباتات العنصر الرئيسي لتصميم الحديقه، طبعا العنصر الرئيسي لتصميم الحديقه طبعا، لان النباتات هي اساس التصميم عندي. فاختيار النباتات الانواع المختلفه مع بعض ده شيء مهم جدا في الديزاين بتاعي. طب واضحة في ايه هنا في اختيار النباتات؟ واضحة ايه هنا في اختيار النباتات؟ ان حضرتك هنا اختار ادخل ده، وهنا استخدم نخيل بريتشاردة كبوابة في المكان ده. ده اختيار موافق. هو هنا حب ينزل المدخل بتاع الناس اللي هي الدكاترة والناس اللي هي الضيوف، وهنا المدخل اللي هو بتاعي، المدخل بتاعي بتاع الطلبة والناس العادية. وطبعا الثروة الليموني حضرتك شايفه دوت في القيمة التنسيقية أعلى من البورتشاردة شوية، وشكله أحلى من البورتشاردة شوية. ف
فراح مميز المدخل دوت عن المدخل دوت في ان عمل ده ثروة ليموني وعمل ده خبرة شرب. طبعا هو كمان قاعد يقول لك ممكن احط هنا ثروة ليموني مكان هنا خبرة شرب، ما كانش ينفع ليه؟ لان احنا قلنا طالما كرار لازم ينوع عشان ما يحسسنيش بملل. فهنا استخدم الثروة ليموني عند المداخل اللي هي المميزة عشان يميز المدخل ده عن المدخل ده. استخدم هنا ثروة ليموني وهنا خبرة شرب زي ما حضرتك شايف. السيادي بتاعي نبات اليوكا، ونبات اليوكا كعنصر سيادي هنا موفق جدا جدا، دي تعتبر حديقة عامة ذات استعمال خاص، فمناسبة جدا تلاقي التصميم مفيش فيه أي خلل. ده اختيار النباتات وملائمتها للديزاين بتاعي. مين على الحواف؟ طبعا هنا طبعا الاختيار برضه اختيار النباتات أثر في التصميم زي ما قلنا وشرحنا الميدان ده من شوية. هنا طبعا اختيار النباتات برضه مش موفق، هو ده مثال على اختيار النباتات في المكان ده. عند حضرتك مكان فخم جدا وابنه فخم جدا، طبعا ما كانش يناسبه الصبار اللي حضرتك شايفه دوت. ولا المساحة نفسها بتاعت الدايرة دي كانت تناسب، بالإضافة لشكل شكل الدايرة مع اتساع الممر مع الكلام ده كله. وشرحنا الديزاين دوت بالتفصيل وعرفنا الخلل اللي فيه. ما فيش فيه تناسب وتوازن، ما فيش فيه عنصر سيادي. فبالمرة برضو اختار النباتات كتير من غير موفق، فتلاقي التصميم فيه خلل. هنا برضو ضمن حضرتك شجرة التكومة اللي حضرتك شايفها ديت ما كانش المفروض تزرع جنب الجدار بالطريقة دي، آخر تلاقي الشجرة يعني طالعة منحنية زي ما حضرتك شايف كده. ثاني حاجة المفروض إن البيت عنصر سيادي، فالبيت مش باين نهائي. ثالث حاجة نخيل برتشاردة، نخيل برتشاردة المفروض أساسا ما ينسيبش المبنى دوت. ثاني حاجة لما استخدم أدى النخلة وأدى نخلة، شوف حجم ده وحجم دي، طبعا فقد هنا التناسب والتوازن في الأحجام والأعداد وكل حاجة، فطبعا اختار النباتات غير موفق، ففي خلل في التصميم، عمل لي خلل في التصميم بتاعي. العوامل المؤثرة في التصميم، احنا دلوقتي خدنا حضراتكم من التصميم وشرحناه كويس جدا. بعد التصميم عرفنا يعني نظام، يعني ستايل التصميم ده شكله ايه، يعمل خلل في الديزاين. وعرفنا اسس التصميم زي مثال لها الوحده والسياده والتتابع والاتساع واختيار النباتات وشكل المبنى وطبيعه المبنى. مؤثرة في التصميم معناها عامل مؤثر، يعني ان انا عايز ان الديزاين بتاع دوت بالطريقه دوت، ظهر لي العامل دوت قال لي لا انت مش تقدر تعمله بالديزاين ده، بس مش معنى كده ان يخليني اعمل تصميم فيه خطأ او فيه اساس ناقص. يبقى عامل مؤثر معناه ايه؟ عامل مؤثر معناه انه هيغير لي ستايل التصميم، بس ما يخلينيش اعمل تصميم فيه عجز في الاسس اللي احنا قلنا عليه. علشان كده كان لازم ناخد يعني ايه نظم ويعني ايه اسس، عشان لما نيجي نشرح العوامل تبقى واضحة ومفهومة. يبقى عامل مؤثر يعني ايه؟ عامل مؤثر في التصميم ان انا عايز اعمل التصميم دوت بديزاين معين او بأسس معينه، بيجي العامل ده بيقول لي لا انت مش هتقدر تعمل، بس مش معناه ان انا اعمل تصميم في عجز في الاسس اللي احنا خدناها، لا انا بعمل الديزاين بما يوافق العامل مع الاساس مع النظام. من ضمن العوامل المؤثره في التصميم اللي هي طراز المبنى، من ضمن العوامل المؤثره في التصميم اللي هي طرز المباني. يبقى من ضمن العوامل المؤثرة في التصميم اللي هو طراز المبنى. طراز المبنى ازاي بيؤثر في التصميم بتاعي؟ طراز المبنى بيؤثر ازاي في التصميم؟ انا بقفل بس ده عشان طراز المبنى. حضرتك قلنا مبنى زي ده هل النباتات الموجودة هنا هي نفس طراز تاني؟ كل دي طرز مباني حضرتك، بص للنباتات اللي فيها
بص النباتات هتلاقي ده طبعا معرض سيارات، النباتات اللي فيه غير النباتات الموجودة هنا، غير النباتات الموجودة هنا. يعني مبنى زي ده ممكن أعمل فيه نافورة، ممكن أعمل قدامه نافورة، أجيب مكان صبارة الفلوكرة أو مكان الزنا ده هو، أجيب مكان سيكاس، رغم إن السيكاس غالي جدا وراقي جدا، بس كل طراز مبنى دون نباتات ديت يعني معنى كلمة عامل مؤثر. يبقى عامل مؤثر إن أنا لو عايز أعمل أي حاجة في المكان هيجي عامل يقول لي ينفع تعملها بالطريقة دي. يعني بقول لحضرتك مبنى زي ده لو كنت أنا عايز أعمله نظام طبيعي، نظام طبيعي أو نظام حر، ما كانش هيصلح طبعا، كان هيبدأ في خلل في التصميم. ورغم كده عملته نظام مضاعف زي ما حضرتك شايفين، أسس داخل السيكلز ما كانش ينفع طبعا، فده عامل في التصميم. طراز المبنى مش مناسب لون في الملوك دوت. مبنى تاني حضرتك طراز اهو تاني، ده طراز تالت. كل دي طراز مباني بتأثر في التصميم بتاع النباتات اللي هنا غير النباتات اللي هنا غير النباتات اللي هنا. اهو شايفين حضراتكم دي كلها طراز مباني، دي كلها طراز مباني أثرت عندي في التصميم. يبقى معنى كلمة طراز مبنى أو بتأثر في التصميم إزاي؟ إن أنا كنت عايز أعمل المبنى دوت أزرع قدامه حاجة بتدي، لقيت قال لك لا شكل المبنى مش هيخليك تعمل الدكتوراه دي. طبعا أنا ببال جدا. أنا طبعا طراز المبنى هوت عامل مؤثر في التصميم، طراز المبنى ولا المنظر المجاور، طراز مبنى عندك دي كلها طراز مباني. احنا بنتكلم فيها دلوقتي يا اخوانا، ما خلصنا النظم وخلصنا اسس الاسس التصميم، بناخد بقى العوامل المؤثره في التصميم. احنا دلوقتي فين في العوامل المؤثره في التصميم؟ اول حاجه في العوامل المؤثره دي طراز المبنى، فزي ما شفنا حضراتكم اهو دي مباني اهي مختلفة، اشكال المباني المختلفة اثرت في الديزاين بتاعي. ان احنا قلنا النبات ده هو ان طراز مبنى زي ده مش هيصلح مع النباتات دي، ولا النباتات دي تصلح مع المبنى ده، ولا دي تصلح مع المبنى ده، ولا في المعارض في النباتات زي دي تنفع مع اللي فاتهم، ولا الاندر دور دوت يصلح مع ده ولا ده يصلح مع ده. دي معنى كلمة عامل مؤثر. دي شكل وطبيعة الأرض والمناظر المجاورة، خدوا بال حضراتكم دول خدناها في الأسس فهم برضه. شكل وطبيعة الأرض، شكل وطبيعة الأرض والمناظر المجاورة. يعني إيه شكل وطبيعة الأرض حضرتك؟ أهو يعني الارض طبعا حكمتنا لازم اعمل التصميم بالطريقه اللي انت شايفها دي. شكل الارض هو اللي حكم شكل الارض خلاني اني اعمل التصميم ده، ما فيش في اي خلل. طب المناظر المجاورة يعني ايه؟ ان انا هنا الديزاين دوت في جنب جنينه تانية، فقلنا علشان تحقق اتساع، ان انت في ده اساس من التصميم، علشان تحقق اتساع بتحاول تستغل المناظر المجاورة. فالمناظر المجاورة هنا علشان أحقق اتساع حاولت استغلها فأثرت في التصميم عندي، بس ما خلتنيش أعمل تصميم. إن ساعتها قلنا إن كان ممكن أزرع هنا نبات جهنمية على السور دوت، أو أفصل عن المناظر المجاورة عشان أحقق اتساع. قلنا إيه؟ عشان تستغلها وتحقق اتساع لازم تستغل المناظر المجاورة، فكده المناظر المجاورة أثرت في التصميم عندي. بشكل الارض وطبيعه الارض والمناظر المجاوره دي من العوامل المؤثره في التصميم بتاعي. بعد كده العادات والتقاليد والعوامل الاجتماعيه. ده عوامل مهمه جدا بقى، العادات والتقاليد والعوامل الاجتماعيه. العادات والتقاليد يا اخوانا اللي هي ايه؟
العادات والتقاليد عاداتنا وتقاليدنا احنا، يعني مثلا تيجي في مصر لها عادات وتقاليد، في قطر لها عادات وتقاليد، في الامارات، في الدول العربيه عامه عاداتها وتقاليدنا بعضها غير امريكا، غير ايطاليا، غير فرنسا، كل ده عادات وتقاليد بتاثر في التصميم بتاعك. هنجيب التصميم ونشرح عليه. حضراتكم في حاجه اسمها تلت وتلتين. بمعنى ايه تلت وتلتين؟ يعني ايه تلت وتلتين يا شباب؟ تلت وتلتين ان انا على فرض عندي بيت قراطين اتنين، هرسمها لحضراتكم. على فرض انا عندي المساحه ديت حوالي قراطين اتنين، ومساحه البيت منهم قراط. لما اجي احط البيت بتاعي واحد قراط، والجنينه واحد قراط. لما اجي احط البيت بتاعي هنا في المساحه دي، خدوا بالكم ده شغل حضرتك. ولما نيجي في مراحل التصميم انا هوريك ديزاين جاي لي فاضي خالص، ممكن جاي لي فاضي، ارض فاضيه يا دوبك موجود الاحداثيات بتاعتها بس، وانا اللي حددت مكان البيت ده، علشان برضه في ناس بتسال كتير امال المدني هيعمل ايه او المعمار هيعمل ايه. فحضرتك لما تيجي تحدد مكان البيت هنا، انت حضرتك المفروض انت تحدد مكان البيت وهو بيكمل، لان دلوقتي زي ما قلنا ان في الزمن اللي احنا فيه او في العلم الحديث البيت هو اللي جزء من الجنينه، فيعتبر البيت نقطه في جنينه. زي ما حضرتك شايف كده، انا عندي بيت اهو المساحه ديت حوالي 2 قراط، البيت مساحته قراط فيهم، القراط ده هو بتاع البيت، احطه فين؟ احطه هنا ولا احطه هنا ولا احط ده ولا احدد البيت هنا؟ ففي علم في طبعا الاعداد التقليد بتاعتنا بنقول ان هو لازم يبقى فيه تلت وتلتين. يعني ايه؟ يعني القراط اللي فاضل ده هقسمه، هيبقى فيه تلت قراط قدام البيت والتلتين تلتين قراط خلف البيت. يعني البيت بتاع حضرتك هيبقى هنا كده، هو ده البيت بتاعي. يبقى فين هو؟ دي مساحة التلت، وديت مساحة التلتين. التلت دوت بيبقى فيه ايه؟ التلت دوت حضرتك بيبقى دوت التلت دوت ده خاص بالضيوف او ملك الضيوف اللي جايه، مش ملك يعني بتاعه، لا ده حقه عليك ان انت بتعمل له فيه نباتات روايح، نباتات ازهار، هو داخل بيشوف. انما التلتين دول لاهل البيت، التلتين دول خاصين لاهل البيت. زي ما هنشوف حضرتك اهو، ادى التلت اهو حضرتك اهو، ادى التلت ده هو التلت ودوت التلتين. اللي عمل الديزاين ده مهندس فاهم، ده مهندس فاهم. يبقى المفروض عادات والتقاليد هي اللي بتجبرني ان اعمل كده، عادات والتقاليد اللي هي التلت والتلتين. انا بس مساحه الجنينه، تلت مساحه الجنينه قدام البيت والتلتين خلف البيت. فالتلت ده اللي هو حضرتك التلت ده بزرع فيه اي نباتات روايح او اي نباتات مزهره علشان الضيف اللي جاي لي. التلتين دول المفروض ان هم لاهل البيت، بعمل فيهم حمام السباحه، بعمل فيهم البرجولات، بعمل فيهم لعب الاطفال، بعمل فيهم اي حاجه خاصه بالبيت. ده ليه حضراتكم؟ ديت ليه؟ علشان حضرتك ان انا لما اجي مثلا في مناسبه زي شم النسيم او بدل ما اخرج انا والاولاد بره ونعمل اي مخالفات ولا بتاع، لا انا ديت الجنينه دي خاصه باهل البيت بتاعي، ديت موت عليهم هم. بدل ما تكون مثلا لو التلتين دول قدام البيت وحد موجود في حمام السباحه وجاله ضيف كل واحد، طبعا دوت منظر مش لطيف. فالتلتين دول هم الان البيت، ودول اللي بتعمل فوق كل الشغل بتاعي من حمامات سباحه ولعب اطفال ومراجيح و و و. في سؤال هنا بيقول لي حضرتك، هل يؤثر المجاورات للمنزل على المساحه؟ يعني مش بتاثر المساحه اللي بتاخدها منها وبتزود فيها. احنا بنقول احنا بنخاطب احاسيس حضرتك، احنا بنخاطب احاسيس الاستاذه ساره، معلش انا اسف. بيؤثر مجاورات المنزل على المساحه؟ طبعا بتاثر من الناحيه الظاهريه، يعني بتديك اتساع ظاهري. معنى اتساع ان انت بتحس بالاتساع. لما اجي انا بستغل المناظر المجاوره، جاري عنده جنينه، لما انا ما بفصلهاش عني او ما بعملش عزل للمساحه، عزل كلي، ما بعملش عزل كلي للمساحه، بحس باتساع ظاهري للمكان. اتساع ظاهري بنسميه اتساع ظاهري. معنى اتساع ظاهري
ان هي المنطقه فعلا مش واسعه، لكن انا بحس ان هي واسعه. وكذلك انا ممكن الديزاين بتاعي احس بضوء في المكان رغم ان هو مش ضيق. طب مع حضراتكم التتابع والاتساع ده اساس لازم يكون متوفر في التصميم عندي. التتابع والاتساع وشرحناها باستفاضه. يعني ايه التتابع؟ ان انا ببص للتصميم من فوق لتحت او من تحت لفوق. معلش انا بعيد الكلام تاني، بس ما في يعني مش عايز حد يسال سؤال وما ردش عليه، او في الاخر جاز الكهرباء تقطع ما نلحقش نرد عليه. واصلا هو المفروض ان عيب في الاونلاين ان انا ما بعرفش اعمل عمليه نقاش. يعني الدورات دي لما بنديها فيس تو فيس كده بره في الدورات دي بتبقى مثمره جدا جدا نظر للنقاش، والنقاش بيوسع حاجات وبيخلي الواحد يطلع كل اللي عنده. انما انا دلوقتي حاسس ان انا بتكلم نفسي بصراحه، فانا ببسط جدا ان حد يسال سؤال. فالاستاذه ساره بتقول هل يؤثر المجرد اللينز على المساحه؟ فبنقول هي مش بتاثر على المساحه كتاثير فعلي، لا احنا بنقول انها بتحقق اتساع ظهر، ان انت بتستغل المناظر المجاوره لو مناظر مرغوب فيها. انما لو مناظر غير مرغوب فيها واجب عليا اعمل عمليه عزل، وده كله قلناه في الاسس. علشان كده خدنا الاسس الاول، خدنا النظم وبعدين خدنا الاسس، قلنا هنحتاجها لما نيجي ندرس العوامل. نرجع لموضوعنا تاني، العادات والتقاليد عامل مؤثر في التصميم. عامل مؤثر فكرني ان انا احط البيت في مكان معين زي ما حضرتك شايف كده، ان احنا قلنا تلت وتلتين. القاعده عندي بنسميها تلت وتلتين، ان تلت المساحه مساحه الجنينه المفروض بيبقى قدام البيت. هنا العادات والتقاليد اثرت ايه في الدم دوت؟ الشجرتين اللي حضراتكم شايفينهم دول، الشجرتين دول المفروض مكانهم مكان شبه. طب هم محطوطين هنا ليه؟ ان المالك عايز يداري البلكونات اللي حضراتكم شايفينها، البلكونات ازاز فعايز يداريها، فطبعا ده عادات وتقاليد. واحد تاني مش فارقه معاه بلكونات ايه وبتاع تداري ليه وبتاع، فمش فارقه معاه، فطبعا هي دي العادات والتقاليد. فده عامل مؤثر طبعا عندي، عامل مؤثر في التصميم ان انا خلاني ازرع الشجرتين دول علشان يداروا البلكونات بتاعتي. طب ما خلاش الشجرتين دول بره ليه على السور؟ هو مش عايز ان الجنينه بتاعته عايز يكون فيها هوا و و ديزاين تاني برضو بيوضح فيه العوامل المؤثره في العادات والتقاليد كعامل مؤثر. ان انا كنت عامل الديزاين دوت، ده كان في قطر حمام السباحه في المكان ده، ما كنتش اعرف ان في مدخل جانبي هنا كده. فلما جه الزبون شاف دوت قال لي لا انا مش عايز اللي ايه حمام السباحه في المكان دوت، ورحت نقل له حمام السباحه هنا على اساس ان في مدخل هنا، في مدخل جانبي الراجل اهل البيت هيطلعوا من هنا على حمام السباحه او العكس. طبعا ده عامل مؤثر في التصميم. ورحت اعمل له شماسه متنقله او متحركه اللي حضرتك شايفها دي، يبقى ده عامل مؤثر ولا لا؟ قلنا عامل مؤثر. ده عايز اعمل تصميم بطريقه معينه بيظهر لي عامل بيقول لي لا مش هتقدر. فمن العوامل قلنا اللي هي العادات والتقاليد. طب ديزاين زي اللي حضرتك شايفينه ده، ده ديزاين خطير 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 رغم البساطه بتاعته، في كل الاسس اللي احنا بنقول عليها، في بساطه، في تناسب وتوازن. تناسب وتوازن موجود فين؟ متمثل في الشجرتين اللي حضرتك شايفهم دول، شايف؟ تاني حاجه دول بيمثلوا لوحده الترابط، وحده المبنى مع الجنينه بتاعتي. يبقى تناسب وتوازن في عدد الاشجار دي وارتفاعها بالنسبه للمبنى. ما كان ممكن اعلي الشجر دوت اوطيه شويه، او كان ممكن ما ازرعوش خالص. العادات والتقاليد اثرت في حضرتك ان انا عملت التحديد بتاع، عملت التقسيم ده، ده كان ممكن يكون اللي حضرتك شايفه دوت هبسكس، كان ممكن اخلي دوت نبات تحديد بدل ما هو سياج. كان ممكن اخلي ده نبات تحديد، اي نبات تحديد واحطه الحب ده، لا هو اتعمل سياج ليه؟ علشان يفهم اللي جاي او يعرف اللي جاي ان المنطقه بتاعتي دي، ان المنطقه ديت دي خاصه بدي، خاصه بالمدخل ده وخاصه بالمدخل ده. يعني الزائر اللي جاي او الضيف اللي جاي ملوش دعوه بالمنطقه دي. هو كده عمل عمليه تقسيم، انه زرع سياج حوالين الحوض بتاعي دهوت وبروزه، وعمل عمليه عزل له عن باقي اجزاء الحديقه وخلاه خاص بالمدخل دوت وده.
دي عادات وتقاليد اثرت في التصميم. لو انا ما فيش الكلام دوت كنت عملت اللي انا بتحت زي ما بنقول، كان اي حد ممكن يدخل من هنا او يطلع من هنا. هنا العادات والتقاليد باينه في حضرتك دي اسمها تكوما ستانس، دي اللي هو الخط ده، الخط ده. انا كان المفروض اصلا علشان عمليه التناسب والتوازن، احنا قلنا التناسب ده في المساحات والتوازن في التناسب والتوازن في المساحات، فكان المفروض ان الخط دوت هيجي هنا حضراتكم لحد هنا كده. لما جه الملك قال لي لا انا عايز اعزل المنطقه كلها عن اللي داخل من هنا، فراح عمل له خط التكوما ستانس اللي حضرتك شايفه ده. التكوما ستانس طبعا ديت شجيره بتظهر زهره صفراء، هي بتشبك مع بعضها بتبقى سور عازل 10 10. فطبعا دوت المجلس اهوت اللي يدخل هنا، طبعا عاملين عمليه العزل دي التكوما ستانس. العادات والتقاليد بتأثر في برضه نظام التنزه بتاعنا. يعني حضرتك دوت ميدان في مدينه العبور، ده ميدان عام. في المنطقة الثانية في البلاد العربية ما تلاقيش ميدان بالشكل ده نهائي، ما تلاقيش فيه لا فيقص ولا نجيل ولا الكلام ده. لأن إحنا عندنا يا إخوانا لو جينا نقارن بين الشوارع عندنا والشوارع هناك، أسلوب التنزه نفسه إحنا عندنا فيه مساحات ضيقة وفيه مية كتير. نظرا لوجود المساحات الضيقة بنستخدمها للمشي والجلوس. في البلاد العربية غير كده العربية مساحات واسعة مع قلة مية، فبيخصص مساحات خضراء مخصوص للتنزه، ما بتمشيش عليها ولا بتقعد عليها، مساحات خضراء مخصصة من أجل المنظر بس، وهي طبعا الشارع واسعة جدا فبتستخدم في المشي والجلوس. فلو شفنا ميدان عندنا غير المرة، يعني ده ميدان عندنا اهوت، ده حديقة عن بره. دي نقطة غير العادات والتقاليد اللي هي العوامل الاجتماعية. العوامل الاجتماعية بتأثر في التصميم. يعني لو حاجة تانية بتأثر في التصميم، يبقى أول حاجة التقاليد زي ما قلنا. بعد كده العوامل الاجتماعية حضراتكم، العوامل الاجتماعية بتأثر في التصميم إزاي؟ العوامل الاجتماعية دي بتبقى شاملة الخصوصية الفاصلة بين الجنسين، الطرق المتبعة لتنزل الأسر، أهمية نحو الاجتماع في تصميم الحياة من حيث، بمعنى هي الخصوصية الفاصلة بين الجنسين. الخصوصية الفاصلة بين الجنسين دي طبعا مش متوفرة في كل المناطق، الخصوصية الفاصلة بين الجنسين. فبنقول أنا لو بعمل فندق زي دوت في منطقة زي المنصورة أو منطقة زي طنطا أو أنا طبعا مش معقول أعمل فيه المسطحات اللي حضرتك شايفها دي، لأن طبعا في خصوصية عندنا إحنا ده والحتة دي بيبقى فيها أجانب وكده، فبيعملوا لهم المسطحات المائية دي، لأن مش شرط اللي هي الفصل بين الجنسين والكلام ده كله عندهم. فده طبعا ديت خصوصية الفصل بين الجنسين ديت تعتبر عوامل اجتماعية وداخلة برضه قليل. هنا العوامل الاجتماعية مؤثرة في ايه حضرتك؟ دي المساحة اللي كنا عايزين نجيبها، يعني دي ضيقة والراجل كان عايز برجولة وعنده تراس وبتاع. زي ما حضرتك شايف ان دوت مسطح اخضر خالي من اي ازهار زي الورد فيها شوك. ليه؟ لان ديت الصوره اللي كان فيها اولاد بيلعبوا، الاولاد بيلعبوا واحنا شغالين. اجيبها لحضرتك عشان تشوفها. اللي هي دي العادات والتقاليد. الاجتماع الصرف هنا ان انا لما بكون عندي بيت فيه اولاد ما ينفعش ازرع فيه ورد بلدي كل شوب، يعني شايف حضرتك الاولاد اجيبهم لك حوالينا واحنا شغالين اهو. لما يكون في بيت فيه اولاد صغارين زي دول انا ما اقدرش ازرع نباتات فيها شوك او فيها اي حاجه من هذا القبيل، ما اقدرش ازرع جهنميه، ما اقدرش ازرع ورد بلدي. يبقى ده اثرت في التصميم ولا اثرت في التصميم؟ دي عوامل اجتماعية أثرت في التصميم زي ما حضرتك شايف كده. تاني حاجة في العوامل الاجتماعية إن حضرتك شايف مساحة الخضار دي، مساحة الخضار ديت عبارة عن بتنجان وبامية و الملك قال لك الزراعة لازم مساحة خضار في الجنينة، فطبعا دي أثرت في تصميم المساحة ديت، قصتها من المساحة الكلية للجنينة. طبعا ديت عوامل اجتماعية بتأثر في التصميم. دي لو مش موجودة
كان التصميم شكله اتغير، كان ممكن اعمل مكانها اي حاجة تانية غير الخضار. طبعا ده عوامل اجتماعية. طب هنا بقى برضو الديزاين ده عوامل اجتماعية واضحة في حضرتك. العوامل الاجتماعية موجودة هنا في الديزاين دوت في ايه؟ حضرتك شايف الحتة دي مش علشان حد معوق نازل عليها ولا حاجة، لا ده ديت عاملينها بميل كده علشان العربية اللي هي بتشيل حاجات الساعة والكلام ده. فدي عاملها اتنين، معمولة اتنين. طيب خراطيم الكهرباء دي ايه هي الاتنين دول؟ عبارة عن ايه؟ دي كان المفروض هيتعمل هنا برجلتين اتنين، كان هيتعمل هنا برجلتين اتنين. حضراتكم المالك هنا كان جوز اتنين، كان مضطرين انا كل حاجة اعمل له منها حاجة مواصلة بالظبط. انا نخلة زرعت هنا شجر التفاح، لازم انا شجر التفاح. عمل هنا برجولة، لازم نعمل هنا برجولة. فده عوامل اجتماعية اثرت في التصميم بتاعي. لو حضرتك دخلت التصميم دوت هتلاقيه عبارة عن بيتين اتنين في ظهر بعض متماثلين تماما. هنا عوامل اجتماعية أثرت في حضرتك. في النخل كان ممكن جلسة زي دي أحوطها بنخيل ملوكي، كان ممكن تتحط بنخيل ملوكي. ليه الراجل عمل نخيل بلح؟ هو عاداته وتقاليده كده وعوامل اجتماعية كده. فدي عوامل مؤثرة في التصميم زي ما بنقول، بس ما خلتنيش أعمل تصميم خطأ. العوامل الاجتماعية برضو بتبان فين؟ قلنا الطرق المتبعة نتنزه ان عندنا اسلوب التنزه غير المناطق التانية، اسلوب التنزه غير البلاد العربية. فهنشوف شكل الجناين في البلاد العربية غير عندنا خالص. دي راجع ليه؟ قلنا راجع ليه العادات والتقاليد والعوامل الاجتماعية. ان احنا عندنا في التنزه بنضطر نقعد على نفس المسطح ونمشي على نفس المسطح وناكل على نفس المسطح. طبعا في البلاد العربية غير كده، زي ما حضرتك شايف ادي شكل الشوارع في البلاد العربية اهي. لان هنا هو مش محتاج يقعد على المسطح ولا يمشي لان الشوارع واسعة جدا. تاني حاجة انه ما عندوش مية، فما يقدرش يزرع نجيل كتير في اللي بتاع. فتلاقي المغطيات التربة عندهم غير عندنا. زي ما حضرتك شايف كده شكل الشوارع غير عندنا نهائي. في حد بيسأل لو سمحت انت تخلص المحاضرة. هو والله كانت المحاضرة الاول المفروض ساعة ونص، بس احنا لقينا الكورس مليان جدا وكورس كبير ومحتاج شرح ومحتاج شغل ومحتاج سلايد زي ما حضراتكم شايفين، فاضطرينا نخلي الساعة 12. انما لو حضراتكم مليتوا او خلاص يعني قفلتوا ممكن دي راجعة لكم، انتوا دي راجعة لحضراتكم. لو عايزين ننهي على كده ماشي مفيش مشكلة. هنخلص العمل دهوت ونفتح باب النقاش وننهي ان شاء الله. زي ما بقول حضراتكم الموسمية زي ما بنقول ان هنا الشوارع هنا غير عندنا، فدي طبعا عوامل اجتماعية في اسلوب التنزه في العادات والتقاليد والكلام ده كله. شوف شكل الشوارع في البلاد العربية، فده عوامل اجتماعية مؤثرة في التصميم. انا اكتفي بهذا القدر ونقف عند العوامل الاجتماعية. العوامل المؤثرة في التصميم قلنا طراز المبنى، شكل وطبيعة الارض، عادات وتقاليد، عوامل اجتماعية. وكده احنا استوفينا العوامل الاجتماعية والعادات والتقاليد في